مرحبا، اليوم انا استولت على قناة هند وراح اسوي كل الفلوج بنفسي وما راح تدخل الهند. انا طلبت السكوتر ذكي قبل كم يوم وهسه وصلني وراح اسوي لكم فتح الصندوق ماله. واشتركوا بقناتهم يسوون جوائز اسبوعيا وتعالوا نفتح الصندوق قدامكم ومشاهدة ممتعة. يلا متحمسين نفتح بالسكوتر الذكي؟ لا انا افتحها. اوكي يلا. فاش حاطي لك هاي؟ هذا اللي شفتهم. اخيرا يلا شنو. شنو هاي؟ ما ادري. هاي الجنطة مالتها مفتاح. هي بيها مفتاح؟ ايه بعضهم بيها مفتاح بعضهم ما بيها. يعني بيها مفتاح احسن عود؟ ايش تفتح من بعيد. المهم هاي هي الهافر بورد ذهبية. هذا الشاحن؟ تفتحي وهذا الشاحن. اه احد جربها هسه قدامكم بالبيت، اتدرب عليها لانه ما اعرف شلون، ولما اتدرب عليها اطلع برا البيت واراويكم شلون. انا وهند ركبنا هاي اللزقات الجلد اللي بالبداية ما عرفنا شنو معناها، هاي وحدة وهاي وحدة، وورا ورا اكو هنا فتحات مال البلوتوث عم تشغل اغاني وهي ما تطلع الصوت من عندها. ان شاء الله اغنية. تمشي غلط. توقف لازم قدام توقف. توقف دوس على اليمين مو كلش قوي يعني. ايه يلا دوس اثنينهم قدام لقدام، دوس على رجليك اثنينهم لقدام، تمشي سريع. طبعا هاي الطيارة، هاي الطيارة سوينا فتح صندوقها فيديو طيارة تطير. يلا ايش مثلا اذا مو باو احمر هذا بيها امان يعني ما تركب بيها ممكن. ايه اهلا بكم مره ثانيه. ورا ما تعلمت عليه بالبيت وضبطته صار لي يوم كامل ضبطته هسه راح اراويكم شلون امشي فيه. وبس اكو مشكله ما حبيتها، البلوتوث ظل يسوي بلوتوث ما دد دد ما تحكي. قول waiting for pairing. Waiting for pairing. إلا تريد تسوي pairing ويا موبايل. إحنا ما أريد يعني كيف. كيفنا. تعليمات الأمان عندي همنا هي لما أول شيء لما تفتحها أكو قلوب أخضر هذا مع شاحن. أول شيء لما الشاحن يكون يعني زين متروس يكون لونه أخضر، وبعدين لما يعني راح يخلص يقوم يمض أخضر، وبعدين وراها صار أحمر. فلما صار أحمر كلش لا تركبوه. وذا ركبوه إذا صار أحمر وركبوه راح يطيحون. راح يوقف عليهم. يعني خطر. خطر إيه يعني كلش خلص ما بي بطارية. وبعدين لما تشحنوه ما صار أصلاً تحطوه بالكهرباء، لا انتظروا لحد ما يبرد وبعدين حطوا بالكهرباء. اللي هو ما تستخدموه يصير حار. ايه من تشحنوا لازم يكون بارد. زين واذا واحد مستعجل قال انا ارد اشحنه وهو حار لان عندي هسه طلعه بعد كم ساعه وارد اشحنه، شي يصير له؟ ممكن تنفجر البطاريه. هاي انا الركبه ما ضابطتها ترى، يعني انا ضابطه شلون العب بيها بس ما ضابطه شلون اركب بيها بدون ما امسك بشي.
سألوا عليك بالبث المباشر. صدق؟ إيه. قالوا وين محمد؟ ليش ما يسوي وياك فيديوهات؟ طبعا إذا ما تعرفون أنا عندي بث مباشر على موقع يونا. تقدرون تحجون وياي مباشرة. يلا. لما تنزلون لا تنزل من قدام، تنزل من ورا. لأن إذا نزلت من قدام روح يدفع عليكم يضربكم. يا. جربت. خطر. الركب تحطون رجلكم تشوفون لا يرجع ولا يتقدم، يعني بالوسط، يعني وزنوها وزن رجلكم، يعني لا يرجع ولا لما شفتوه موازنه حطوا الثاني، هاي رجلكم لقدام هذا تمشون قدام، هذا ورا لورا خلوها. فشلون يضغط بكعبه؟ اذا يريد يرجع لورا يضغط بكعبه، اذا يريد يروح لقدام يضغط ب مقدمة رجله. يعني جينا يوم المحل تشيكي تشيز، انا عمود اخذ بكمونات كرات وكمون، عمود اصيد بكمونات. وين المحطة هنا؟ ايه ادوس عليها يعني؟ ايه اخذ الطوبات. ايه. انت عندك طوبات من نوع ثاني، انا ما عندي. يلا انا وهند راح نروح للمحل الصيني، يلا تعالوا يانا. هذا محل صيني يبيع كل المنتجات الصينيه. اذا ما انتم مو خبراء مثلي لا تسوقون فيها، لانه بالشوارع خاصه لان الشوارع تصير مو عدله، وانا اواجه صعوبه لما امشي كل ساعه اطيح. بس يعني وين تنصحهم اول شيء يدربون؟ بالبيت احسن شيء، صح؟ ايه عمود عدد انا تدربوا بالبيت. انا هم تدربت بالبيت والله وضبطتها، بس مو بقد حمودي ضبطتها، يعني بارها هم طحت يعني على ركباتي. تحمدوا لي السلامة، والله صدق ركباتي صارت حمرة. هذا المحل الصيني اللي راح نروح له. طبعا هاي نكهتي المفضلة بالاندومي، اللي هي بالدول العربية تسمى شعيرية مقلية، كلش حلوة، بها صوص الصويا يعني احبها. وهنا بيعوها بالصيني، باعوا صندوق ب$7. طبعا هذا هو المحل الصيني وانا اول مره هذا اشوفه. ترى انت راكبها بالعكس، اللي يضوي لازم قدام حتى يضوي طريقك. اشترينا بعض الغراض تشبوسه من الصيني، بس انا ما راح نجربها بالقناه. صدق اذا عندكم اقتراح انه شنو تريدوني اجرب، حلويات صينيه تريدوني نجرب يعني مثلا، اكتبوا لي يعني بالتعليقات حتى نسوي فيديو تجربه حلويات يابانية أو صينية أو هكذا شيء. هسه احنا رايحين للهندي، هند راح تشتري حلويات نحطها بالبث المباشر. إذا أنتم ما متابعيها هناك تابعوها. طعم الفستق، شوف رشبوستهم غريبة، باعوا هاي الأشكال. شنو هاي؟ باعوا هاي الحلويات اللي أخذتها. يلا نجربها هاي ونشوف النتيجة. لا تنسون اللايك والكومنت وسبسكرايب، وسيو. يلا باي.